السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. اليوم جايب لكم مقطع جديد من نوعه، أستعرض لكم بعض الكتالوجات النادرة الموجودة معاي. هذا المقطع راح يكون الجزء الأول، وإذا حبيتوا هذا المقطع إن شاء الله راح أنزل لكم أجزاء أخرى في المستقبل. خلونا نبدأ مع الفخامة، مع المرسيدس الفئة اي. هذا الكتالوج صار له معاي 18 سنة نقول، أو 19 سنة، من نهاية سنة 2002 أول ما نزل هذا الجيل من المرسيدس الفئة اي. طبعا هذا الجيل يعني مشهور جدا خصوصا في بعض الدول العربية. هذا الجيل أول ما نزل باعت منه المرسيدس في أوروبا في السنة الأولى يعني سنة 2003 191 ألف سيارة. يعني هذا الجيل حطم أرقام المبيعات في أوروبا في ذلك الوقت. نزلت يعني عليه عدة محركات، 4 سلندر، 6 سلندر، 8 سلندر، كان محبوب جدا. تختار الألوان، تختار التخشيب. وهذا الكرايسلر 300M طراز 1999، هذا هو كان يتوفر عليه ماكينة 6 سلندر 3500 سي سي والقوة 253 حصان. هذه الألوان اللي عليه ما شاء الله فخمة من الداخل، جميلة جدا. نروح الآن على النيسان. هذا طراز الإكستريل أتوقع 2003. كان يتوفر عليها ماكينة 4 سلندر 2500 سي سي والقوة 180 حصان. هذه هي المواصفات. وهذا الباث فايندر طراز 1998، هذا هو. كان يتوفر عليها ماكينة 6 سلندر 3300 سي سي. صراحة نيسان قبل غير الألوان، المواد المستخدمة، يعني كانت نيسان في تلك الأيام في قمتها. وهذه الماكسيما أتوقع هذا الكتالوج 2004. ما شاء الله تبارك الرحمن، من أجمل أجيال النيسان ماكسيما. أكيد تعرفون الماكينة 6 سلندر 3000 سي سي، القوة تقريبا 227 حصان، والجير أوتوماتيك من 4 سرعات أو ناقل حركة يدوي من 5 سرعات. ما شاء الله تبارك الرحمن، جميلة الماكسيما، جميلة الكمانجة. هذا الجيل استمر من سنة 2000 حتى تقريبا سنة 2008 معانا يعني في الشرق الأوسط، لأنه هو يعني تغيرت أجياله في أمريكا، ولكن هذا الشكل استمر معانا من 2000 إلى 2000 تقريبا و8. كانت تجي بثلاث فئات، الثيرتي والاستورينج والثيرتي جي بي.
وهذا النيسان باترول بكبشاص طراز 1999، هذا من أندر الكتالوجات الموجودة معاي. كان يتوفر عليها ماكينتين، الماكينة الأولى بنزين 6 سلندر سعة 4500 سي سي، القوة 200 حصان. الماكينة الثانية ديزل 6 سلندر أيضا سعة 4200 سي سي والقوة 135 حصان. الجير يدوي من 5 سرعات على جميع الفئات. هذه هي وهذا الصني طراز 2001، هذا أفضل صني أنتجته نيسان على الإطلاق، يعني ما له مثيل أبدا، جميل جدا. كان يتوفر عليه 3 مكاين، فئة الستاندر مكاينهم 1300 سي سي، النص فول 1600 سي سي، والفئات العليا مكينة 1800 سي سي. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا منشور من الحشار في سنة 2000، أول ما كان نازل هذا الجيل من الماكسيما، كان سعر الستاندر 6900 ريال عماني فقط، وكان القسط الشهري 92 ريال. والله يعني أيام كانت الأسعار في المتناول، كانت جميع السيارات عليها عروض. الصني، سيدريك، كانت سيدريك في آخر أيامها، الباترول، باث فايندر، يعني أيام لا تنسى. أوكي، نروح الآن على التويوتا، وهذا طراز الإيكو الشهير جدا الغني عن التعريف، اللي كان سعر الستاندر 2750 ريال فقط، 2750 ريال في سنة 2000 على ذيك الأيام. يعني الإيكو ما شاء الله كانت من السيارات الناجحة جدا جدا في السوق العماني، وحطمت أرقام المبيعات ذلك الوقت. كان يتوفر عليها ماكينة 1300 سي سي، توفر عليها ناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات. أيامك يا الإيكو. وهذه التويوتا كورولا، أتوقع هذا الكتالوج جاني في سنة 2002. يا سلام، والله هذا أفضل جيل نزل الكورولا، مسكت صراحة، تصميمه جميل جدا. كورولا كانت رائعة وكانت في قمتها. هذا الجيل يعني كان الفول أوبشن كاملة المواصفات، سعرها 6000 ريال عماني. تخيل، كان سعرها 6000 ريال عماني، الآن الستاندر سعره تقريبا قريب 7000. والله يعني شيء غريب، شيء غريب. يعني هذه كان عليها ماكينة 1800 سي سي، فالأسعار الآن صارت جدا مبالغ فيها، يعني حتى المواصفات اللي فيها ما تختلف كثير مقارنة بالمواصفات الموجودة الآن. وهذا تحديث طراز 2004، تذكرون يا شباب لما كان نزل هذا التحديث على الكورولا، لما جابوا عليها تطعيمات الكروم على الدعميات؟ والدي امتلك من هذه السيارة فئة الفول أوبشن، وكان سعرها تقريبا 6300 ريال عماني. شوفوا كيف الداخلية فخمة ما شاء الله، عليها التخشيب، ونوعية فرش المقاعد جدا ممتاز. والله كورولا كانت في قمتها في تلك الأيام. وهذا اللاند كروزر طراز 2003 ديزل، كان يتوفر عليه ماكينة 6 اسطوانات سعة 4200 سي سي، القوة 135 حصان، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات. هذه كانت مواصفاته. وهذه مجموعة سيارات تويوتا 2001، كانت أول سنة للكورولا، وكانت أول سنة للراف فور بالنسبة لهذه الأجيال. 2001 إيكو، إيكو الشبابية، كامري، أبالون، باص هايس،
بيك اب هايلوكس، لاند كروزر والبرادو. وهذه التويوتا هايلوكس بيك اب اتوقع طراز 2003، هذه كانت فئة خاصة نزلت في سنة 2003 فئة السبيشال اديشن. ما شاء الله تبارك الرحمن، من اجمل واحلى اجيال الهايلوكس على الاطلاق. هذه كانت يعني مواصفات خاصة نزلت يعني على طراز 2003 فئة السبيشال اديشن، التخشيب، الفرشات الخاصة، الريمونت والشعارات. هذا موديل 2003. وهذه الإيسوزو تروبر أتوقع طراز 2002، لما كانت الإيسوزو تنتج مكاين بنزين. هذه السيارة كانت توفر عليها مكينة بنزين 6 اسطوانات سعة 3200 سي سي، القوة 215 حصان، نظام الدفع 4 ويل درايف، وطبعا السيارة يتوفر عليها الدفلوك. هذه هي الإيسوزو تروبر. وهذا السوزوكي فيتارا ثلاث أبواب أتوقع سنة 1998 إذا ما خاب ظني. سوزوكي جراند فيتارا ثلاث أبواب، يجي عليه نظام دفع رباعي 4 ويل درايف، توفر عليها ماكينتين، ماكينة 4 سلندر 1600 سي سي أو ماكينة 2000 سي سي. هذه هي في ذلك الوقت أتصور كان وكيلها الزواوي، بعدين انتقلت إلى موسى عبد الرحمن. وهذا الميتسوبيشي باجيرو 2001، تخيلوا 2001، يعني هذا الهيكل من 2001 وما زال مستمر إلى الآن. احنا الآن في سنة 2021، 20 سنة يعني الشاصي والهيكل ما تغير في هذه المركبة. لما تشوفون ميتسوبيشي باجيرو سنة 2001، وهذا الهوندا ام ار بي اللي الان يسمونه البايلوت، ما اذكر والله اي سنه، يمكن 2006. توفر عليها ماكينه 6 سلندر 3500 سي سي، القوه 240 حصان. هذه هي الهوندا ام ار في. وهذه المازدا 626 ستيشن واجن اتوقع طراز 2001. هذه من الكتالوجات النادره معي، يعني مازدا كان تصاميمها مختلف تماما عن التصاميم الحاليه. سابقا الوكلاء كانوا يوفرون الستيشن واجن، فئه الستيشن واجن، ولكن في السنوات الاخيره يعني انا اشوف ان الوكلاء وقفوها هذه الفئه، ما يجيبونها، مع انها توفرت يعني على المازدا 6. مازدا 626 اللي الان تسمى المازدا 6، مازدا 6. ما شاء الله كانت واسعة ما شاء الله. كان يتوفر عليها ماكينة الأربع سلندر 2000 سي سي، والجير أوتوماتيك من أربع سرعات. والله نفتقد مثل هذه الفئة حاليا من السيارات. هذه فئة السيدان، واللي أسفل فئة الهاتشباك. نصل الآن مع الكوريين مع طراز الهيونداي ألانترا، أتوقع هذا طراز 2004. هذه بدايات نجاح الألانترا في أسواقنا الخليجية وبدأت تنتشر بشكل واضح. توفر عليها عدة مكاين بنشوف بعد شوي. توفر عليها الهاتشباك، فئة السيدان،
كان سعرها في المتناول في حدود 4000 إلى 5000 ريال عماني. هذه هي الألنترا في بدايات نجاحها. هذه هي مجموعة المكاين، عندك مكينة الـ 1600 سي سي، ومكينة الـ 1800 سي سي، ومكينة الـ 2000 سي سي، ومكينة الديزل الـ 2000 سي سي. وبس اخواني، اتمنى ان عجبكم هذا المقطع. ان شاء الله هذا الجزء الأول، وإن شاء الله هنالك أجزاء أخرى راح تشوفونها على قناتي في المستقبل القريب. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.